حكي معي وبقوة ها؟ ايه كرمال هيك اليوم بالرياضة لا فينا نجي كمان أكيد نشجع اللعب الحلو أكيد عم نشوف الفريق الرياضي عم يلعب بطريقة كتير مميزة الليلة يعني ماتش حلو أكيد منك سعيد بالنتيجة لا هي حلوة النتيجة تكون متقاربة يعني نحن شفنا الماتش الماضي بالذوق حتى لو خسروا فريق الحكمة كان ماتش حلو كان متقارب والنتيجة عم تطلع وتنزل بس اليوم يعني مبلش قاسي قاسي شوي ايه قاسي شوي حلو نشوف يوم نجوم رسميين عم يحضروا دوش الباسكتبول مثل ما الـ NBA هي ذاتها يعني عم تشوف نحن خاصة آخر سنتين ثلاثة عم نشوف الباسكتبول صار ترند بلبنان وكل العالم يعني عم يكون حديث البلد خاصة هيدا الديربي الرائع اللي عم يكون حكمة رياضي وأنا من زمان يعني مشجع الحكمة ومشجع الباسكتبول بشكل عام يعني كان المنتخب أو كل نادي بيمثل لبنان برات لبنان أكيد بنكون معه أهل أربع بغازير رح نشوفك فوق كمان؟ لا رح كون بدبي رح شوفها على التيفي إن الله راضي أحضرها على التيفي أكيد أكيد ثانك يو ثانك يو